السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة، معكم أخوكم نواف السويد. هالفيديو ما عندي أي برودكت أو أي شيء أتكلم عنه، بس في عندي إعلان حاب أقول لكم إياه. أنا بلشت بيوتيوب من قبل 7 سنوات وما كان عندي أي هدف بذاك الوقت. بعد فترة صار عندي هدف إن أنا أبي أجيب 1,000,000 مشاهدة، وجبت 1,000,000 وطفت 1,000,000 الحمد لله. بعدين كان عندي هدف إن أنا ممكن أوصل لأكبر عدد من المشتركين، فكان حاب كنت حاط لأن أنتوا تعودتوا على البدليات بالفيديوهات، بس مو مشكلة. فكنت حاط ببالي إن أنا راح أوصل إلى 100,000، ما كنت أدري شنو بسوي يعني لما أوصل ل 100,000. فأتوقع إن أنتوا ملاحظين الحين لله الحمد إن أنا وصلت 100,000، وأنا وايد متوهق ما أدري شنو أقول، أنا وايد ضايع الحين. المهم، أولاً حاب أشكر أي شخص دعمني خلال 7 سنوات اللي طافت، يعطيكم ألف عافية على المتابعة والدعم. ما كنت متخيل في يوم من الأيام أن أنا بروحي ممكن أسوي هذا كله، فأنا حاب أشكر كل واحد ساعدني، قال لي كلمة حلوة، دعالي، ساعدته بشيء، سبني، غلط علي لأنه هم ساعدني، وأشكر ربعي اللي ضغطوني في بدايتي لأنهم أعطوني إصرار أكثر أن أنا أكمل. شكراً حق كل الناس اللي شافوا مشهد أو لقطة أو ما شاف شيء، المهم انه يمكن يشوف بعدين. انا وايد متوهق ما ادري ايش اقول، بس مشكورين وايد 100,000، وايد 100,000. فبهالمناسبه حاب ان انا اقول لكم شيء من زمان كان ودي اقول لكم اياه، لان باخر فتره يعني كنت ناطر انه متى اوصل ل 100,000. فشنو راح نسوي بعد ما وصلت ل 100,000؟ اولا القناه ما راح يصير اسمها نواف السويد، القناه راح تصير او اسمها الجديد راح يكون ستي فولش نتورك. شنو معنات ستي فولش نتورك؟ القناة ما راح تصير بس عن أبل، القناة ما راح تصير بس عن نواف، القناة ما راح تصير بس عن تقنية. شلون؟ أنا أقول لكم، راح يكون في عندنا برامج جديدة، راح يكون في عندنا أفكار جديدة، راح يكون في عندنا أوجه جديدة. حلوة أوجه جديدة هذه. فحالياً ومن هذا المكان تعون راح أوريكم الوجه الجديد اللي راح يكون معاي في القناة، اللي راح يكون دقيقة. أنا أبل وكلكم تدرون أن أنا أبل وما أحب سامسونج، ودي القناة يكون فيها شيء على الأندرويد عن الأشياء الثانية. ف وقفتي هذا راح يكملني. وبس حاب أقول لكم شغلة، قبل أو 7 سنين اللي طافت أنا كنت بروحي أسوي كل شيء بروحي، حط لي إضاءة، حط لي أكاد، حط كل شيء. الحين صار عندي تيم، صار محمد، هلا مادة، يا هلا، ومخرجتنا سارة، اهلا، وراح نفجر فيكم باليوتيوب لحظة. فراح يكون عندنا وايد اشياء، راح نتكلم وايد عن تكنولوجيا بس بشيء جديد، ما راح يكون ريفيو الايفون، لا لا، راح يكون في عندنا برامج وايد حلوة ان شاء الله تعجبكم، افكار وايد حلوة. ايه كمل. هاي البداية. حلو، راح يكون في فقرات خاصة بس عن نظام الاندرويد، وراح يكون عن نظام الويندوز للأخ نتكلم فيه. راح يكون في عندنا برامج شو توك شو، احنا بالضبط راح نسوي زي ما راح نمشي على نظام السلوغن مال ستي فولش. زين راح نعلم السلوغن مالنا ليرن تيتش ريتش، فراح نمشي على 3 كلمات هذه، ليرن لا زين راح نعلم او من اللي نعرف احنا، من سواء كان اذا كان على كيفية استخدام برامج او حتى التصوير او المونتاج او الشغلات اللي احنا اساسا نعرفها، مثل ما احنا ايضا خذينا المواضيع هذه بس للاسف كنا ناخذها من مواقع اجنبيه. واحنا عندنا كعالمنا هذا زين وايد ناس تالنتد بس مو قاعد يعطون زين، ومو قاعد توصل مثلا الفكره هذه حق الناس. والاشياء الثانيه اللي كنا نتكلم عنها في الفيديو اللي سويته عن الشركه، انه اللي عنده اي فكره او اي مشروع او شيء بيسويه بيوتيوب، مثل ما قلت لكم ان احنا موجودين عشان نوصل هذا الشيء حق يوتيوب وحق الناس. فاول شيء راح يكون عندنا الليرن، راح نعلمكم ونتعلم منكم. ثانيا راح يكون عندنا الريتش، فاللي نعلمكم اياه تعلمونه غيركم، وانتم تعلموننا واحنا نعلم غيرنا، وراح نسوي كوميونتي كبير ان شاء الله. ومثل ما قلت لكم راح يكون في افكار جديده وايد، راح تلقون اشياء كذي داشه غلط وشيء طالع بالعرض، وان شاء الله ان شاء الله قريبا قريبا ما راح اقول لكم شنو، بس قريبا راح يصير عندنا كل اللي قاعد اقول لكم اياه. هذا مو وقت مزاجنا ما نبي نسوي، لا، راح يكون بالاسبوع في حلقات ثابته تنزل بوقت معين، واشياء راح تنزل على مدار الاسبوع. يعني بالاسبوع
وايد راح تنغثون من وجهي ومن الاخ ومن الويوه اللي راح تطلع معنا، وايد راح تشوفونا، فراح نبطش في يوتيوب وبيكم، مو يعني بيكم بس قلت تدخلها. الف شكر على متابعتكم وعلى المشاهدات، وان شاء الله راح تشوفون اشياء جديده وايد تحوز على رضاكم. وبالنسبه حق الاخوان اللي اول مره يشوفونا، معاكم نواف السويد ومحمد بوعيان، ويعطيكم، وما راح نمسك المايك شي مره ثانيه. مشكورين. سووا سبسكرايب على القناه، وقولوا حق ربعكم يسوون سبسكرايب على القناه، وفيكم خير لا تسوون سبسكرايب على القناه لان الله يسامحكم. لايك لايك، لا تسوون ديسلايك، سووا لايك. اذا ما تحبون ابل حبوا الاندرويد او حبوا ويندوز. اوكي، فيعطيكم العافيه، مشكور سوايد خبره. نشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمه من ستي فولش نتورك. لا لا، تعال لحظه تعال، شغله اخيره نسينا نقول لكم اياها. في استبيان، اللينك راح تلقونه بالدسكربشن تحت، بس دشوا داخل قولوا لنا شنو الشغلات اللي تبي تشوفونها بالشانل اكثر. تبون نركز مثلا على توتوريالز، تبون نركز على جيمز، تبون نركز على مثلا تليفونات معينه، تكنولوجيا معينه، قولوا لنا زين، وان شاء الله يعني بنشوف احنا شنو اللي انت تبونه اكثر شيء، ونحاول نركز عليه ونجيب لكم اشياء افضل وبصوره افضل حقهم. وشنو ودكم انتم تشوفون؟ اذا ما تبون تسوون الاستبيان كتبوا تحت بالكومنت افكار جديده، عندكم شيء جديد، فكره جديده تبون نقدم لكم اياها، كتبوا لنا تحت بالكومنت، او اتمنى انكم تدشون على الاستبيان وتسوونه. اوكي، الحين صدق خلصنا فما لا تعال بس.